السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بعلم اسلحه الصيد. اليوم غادي نهضروا على البندقيه المناسبه للريميل. هذا الفيديو ده تبع الفيديو اللي كنا درنا البارح، كنا هضرنا على ثلاثه ديال الميثود او القواعد ديال الرمايه. اليوم غادي نهضروا على بالنسبه للمبتدئين اللي بغاو يدخلوا لهاد الرياضه ديال الرمايه، شنو هي البندقيه المناسبه للرمايه، حيت الاغلبيه ديال الاخوان كيبغيو يديروا هاد الرياضه هادي، واخا ما معروفاش عندنا بزاف في المغرب، ولكن الاغلبية ديال الاخوان تيستعملوها تيديروا شاد الرمايه، كتلقاهم كيصيدوا تيديروا شاد الرمايه كما في المغرب ولا في الجزائر ولا في الدول العربيه، كيستعملوا البنادق ديال الصيد في الرمايه. المهم غادي نهضروا اليوم على المبتدئين اللي بغاو يبداو في الرمايه، شنو هي البندقيه المناسبه لهم. انا نهضروا على ثلاثه ديال الانواع ديال البنادق. عندنا لو سيمي اوتوماتيك، وعندنا سوبر بوزي، وعندنا جوست ابوزي اللي غادي نحيدو، ما كننصحكمش انكم تشريوه. كما كتعرفوا جوست ابوزي عنده جوج ديال لي كانو، كيكون كانو حدا كانو، اي سوبر بوزي كيكون كانو فوق كانو. بالنسبه لجوكس ابوزي، ملي كتحط البندقيه باش تشوف كيبان لك ديجا جوج ديال لي كانو في نفس اون باغلي، اللي كتاخذ لك واحد الصوره ديال الفيزيال على حساب لو بلاطو، حيت ما كتعرفش البلاطو. الا جاك البلاطو ما بين جوج ديال لي كانو، ما كتعرفش البلاطو فين مشى ولا فين كاين، ولا كتقلب عليه خاص تحيد الكانو باش يبان لك. وزيد الا كنتي كاع محترف في الرمايه كتبغي تستعمل جوست ابوزي، خاصك تخلي المسافه ديال الكانو الاول زيد عليها المسافه ديال لا فيتاس باش كيمشي للبلاطو. يعني بزاف ديال الحسابات اولا الكالكول غادي تعيي راسك مع جوست ابوزي، وما غاديش تعلم الرمايه بهذه البندقيه. انا ما كنصحكش بها تشريها. ثاني حاجه هو سوبور بوزي لو سومي اوتوماتيك، عفوا اندوزول سومي اوتوماتيك. سومي اوتوماتيك اول حاجه هما لي شوك، لي شوك، وعندك كانو واحد ولو شوك. كما كتعرفوا البنادق حاليا اللي ولات في الاسواق كيكون عندهم سوبور بوزي، كيكونوا فيهم لي شوك. بالنسبه لي شوك لو سومي اوتوماتيك، ما تعرفوش غادي تستعمل فول شوك ولا 1.3 ولا 1.4 ولا شوك اللي شويه واسع ولا مضيق، ولا على حسب لا بوزيسيون ديال البلاطو اللي بغيتي تضرب. الا درتي فول شوك وفي البلاطو غادي يخرج لك على 10 ديال لي متر ولا على 15 ديال لي متر، غادي يكون صعيب انك باش تقيسها بالفول شوك. بالنسبه للبلاطو اللي كيمشيو بعاد ممكن تستعمل الفول شوك. بالنسبه للقراب البلاطو اللي كيكونوا قراب خصك تستعمل لو شوك اللي فيها قريب، حيت لا جير او لا رش كيمشي محلول من 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 5 ديال الامتار لقدام. بالنسبه للسومي اوتوماتيك المشكل ديالو هو لو شوك، حيت فيه كان واحد، وثاني هما لي كارتوش. هاد لي كارتوش هما دوك لي دوي، حنا كنسميو لي دوي، هما داك الفراغ اللي كيكون ديال الكارتوش. السومي اوتوماتيك كل تلقى كضرب بها كطيح لك الكارتوش فيد ولا الكارتوش خاويه في الارض. يعني في كل استعمال اولا درتي واحد لو باركور ديال الشاس خاصك تجمع لي دوي اولا داك الفراغ ديال الكارتوش، تجمعو في البلاصه فين تيجمعو لي كارتوش، يعني فيها الخدمه في الاخر. وبالنسبه للمبتدئين ما نصحكمش تشريو لو سومي اوتوماتيك، حيت اصلا في المدارس ديال التدريب ديال الرمايه ما تنصحوش بالسومي اوتوماتيك حيت ماشي عملي. حيدنا علينا السومي اوتوماتيك، غادي يبقى لنا سوبور بوزي. سوبور بوزي كنصحكم تشريو بالنسبه للمبتدئين. علاش؟ اول حاجه قبل ما تشري سوبور بوزي غادي تشري واحد النوع ديال سوبور بوزي كيتسمى سبورتينغ. سبورتينغ ويكون ديال لو باركور دو شاس. باركور دو شاس، علاش الباركور دو شاس؟ حيت البنادق اللي كتشري يكون سبورتينغ ولا حسب باركور دو شاس ممكن تستعمل به لا اف او لا فوس يونيفرسال اللي هما الحفر. مي باغ كونت الا شريتي البندقيه اللي كتكون اختصاصيه في الحفر ما يمكنش تستعملها في الباركور دو شاس. علاش؟ هنا كاين المشكل. بالنسبه للبنادق ديال لو باركور دو شاس كما كتعرفوا الاخوان كيكون
الوزن ديالهم مختلف على البنادق ديال لافوس، ولا كروس اليد الخشبيه، لا كروس اللي كنحطو على وجهنا ديال لافوس كيكونوا غلاط، وديال الباركور دو شاس كيكونوا صغار شويه على ديال لافوس، حيت الباركور دو شاس كنهزو جونا حتى الفوق وتنضربوا البلاطو اللي تيخرجوا من الفوق، بحال اللي تيجيو حنا كنسميهم بحال سكيت، بحال غابيت، بحال اللي تيخرجوا من تراجيكتوار اللي كيكونوا من الفوق، انك كتهز وجهك بالسلاح ديال لا اف او ديال لافوس يونيفرسال، ميمكنش تهز بها وجهك حيت اصلا لا كروس كبيره، ميمكنش دير بعض الحركات اللي غادي ديرهم في الباركور دو شاس. بالنسبه للاخوان اللي تيعرفوا في هادشي غادي يفهموا علاش كنهضر. بالنسبه للبندقيه قلنا انك تاخذ البندقيه تكون سبورتينغ وتكون ديال الباركور دو شاس باش تستعملها الباركور دو شاس وتستعملها لافوس يونيفرسال، يعني البندقيه وحده كتستعملها لجوج الحوايج، وإلا شريتي البندقية ديال لافوس ديال الحفار سبيسيال ديال الحفار ما غاديش تستعملها في الباركور دو شاس، غتولي دير غير لافوس ديما، غاتجيك صعيب باش أنك تركز في الباركور دو شاس بالبندقية ديال لافوس. كيما كتعرفوا أنا عندي بندقية ديال براونينغ، عندي بزاف ديال البنادق، مي بالباركور دو شاس كنستعمل براونينغ بي 725 ولا بي 525، اللي كنستعمل الباركور دو شاس إلا فوس كنستعملهم بجوج، في الحقيقة سلاح بوليفالون، نستعملو الجوج ديال الحوايج. بالنسبة للميكانيك غادي نحاولو نهضرو شوية على الميكانيك ديال البندقية اللي خصكم تختارو. أول حاجة قلنا تكون باركور دو شاس، تاني حاجة خص تكون لي شوك انتر شونجابل، يعني يكونوا فيها لي شوك كيتبدلوا، ما تاخذوش البنادق اللي ما فيهمش لي شوك تيتبدلوا حيت ما مزيانش الباركور دو شاس. علاش ما غاديش تحاول انك تبدل لي شوك على حساب المسافات البعيده او المسافات القريبه؟ هذا غادي ندور عليه موضوع اخر ان شاء الله على حساب لي شوك. والاخوان الى بغيت ندير لكم فيديو على حساب كيفاش تضرب المسافات المسافات البعاد او القراب بلي شوك، خليو لي ان كومونتير وان شاء الله ندير عليهم فيديو. ثالث حاجه هو لو انفيرسور، هذاك الانفيرسور شنو هو؟ هي ديك البوطونه، الاخوان يفهموا، هادو هما لي كانو. لو انفيرسور هو اللي ممكن تقلب تضرب الكانو الاول او لا ممكن تقلب وتضرب الكانو الثاني، داكوغ. بالنسبه للبلاطو فيون او لا البلاطو رونترون، البلاطو اللي تيمشيو من قدامك كيمشيو لقدام، ولا البلاطو اللي كيجيو من قدامك تيجيو لعندك. بالنسبه للبلاطو اللي كيكونوا جايين من قدام، جي حنا كنسميوهم رونترون، كتقلب الكانو كتضرب هذا الكانو الفوقاني. بالنسبه للفيون هذاك البلاطو اللي كيمشي من حدا رجليك تيمشي لقدام، كتضرب بالكانو التحتاني. الا بغيتي تستعمل البندقيه ديال الرمايه بالقوانين ديالها، الا طحتي في شي مدرب في شي مدرسه ديال الرمايه اللي هو محترف، غادي يقريكم علاش كتضرب البلاطو اللي كيمشي فويون في البروميير كانو، ولا البلاطو اللي تيجي رونترون في لو دوزيام كانو. ان شاء الله غادي ندير واحد الموضوع. المهم انا كنقول لكم كنهضروا على البندقيه كيفاش غادي تختار، المهم خص يكون عندك لي شوك، هذا موضوع اخر ان شاء الله اللي غادي نهضروا عليه مره اخرى ان شاء الله. قلنا في السوبر بوزي خص يكون ديال الباركور دو شاس، يكون لي شوك، وقلنا انفيرسور هذيك البوطون اللي كات انفيرسي ما بين لي كانو، الكانو الاول والكانو الثاني. وعندنا لو بوين، لو بوين دو مير، لي بوين دو مير كيما قلت لكم بالنسبه للمبتدئين ضروري لي بوين دو مير. شنو هما لي بوين دو مير؟ الناس اللي ما تعرفوش لي بوين دو مير غادي نحاول نرسم لكم. هذا هو لو كانو مثلا، ونحاولوا نصبوا شيء البندقيه كيما هكا. المهم واخا الرسم ماشي هو هذاك، لو بوين دو مير كيكون واحد النقطه هنايا وهنا، النقطه هنايا كيتسمى النقطه ديال التصويب. كاينين البنادق اللي كتكون فيهم نقطه واحده غير القدام، انا كاع البنادق اللي كنشري في الرمايه كنزيد لهم واحد النقطه الوسط، ولا ملي كنكوموندي البندقيه كنكوموندي ديما واحد النقطه الوسط. علاش؟ باش ملي كتايبولي، ملي كتحط البندقيه في الكتف ديالك،
كتشوف النقطه اللي في الوسط مع النقطه اللي في البدايه ديال لي كانو واش متساويين ولا غير متساويين باش تعرف راسك واش غادي على اليمين ولا على اليسار ولا البندقيه طالعه ولا هابطه. ومو هاد النقطه هذه كتساعدك في التوازن ديال البندقيه. راه كيتشراو دوك لي بون ميغ كيتشراو غير بالبلاستيك ولا بالكولا، ممكن تقوليها الوسط وملي تولي محترف ان شاء الله في الرمايه ممكن تحيدها وتخلي غير هاد لو بون ميغ على حساب البندقيه. بالنسبه للبندقيه والاثمنه ديالهم، اليوم ان شاء الله نهضروا على جميع المواضيع باش الاخوان اللي تيسولوا يكون بعدا بزاف ديال لي انفورماسيون، بزاف ديال لي انفورماسيون بالعربيه مشات ليها. بون، بالنسبه للبيدجي ما بين 600 الاورو حتى 800 الاورو بالنسبه للبندقيه بالنسبه للمبتدئين، ما بين 6000 درهم حتى 8000 درهم البندقيه. واذا كان عندك شويه فلوس ممكن تانفيستي ما بين 1200 اورو حتى 1400 اورو. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم شويه البيدجي طالع، وممكن البنادق اللي ممكن يلقاو بهاد الاثمنه هادو عندكم بايكال، الاخوان الجزائريين بايكال، مي خصكم تاخذوا بايكال اللي كتكون بايكال اختصاصيه في البالتراب، حيت كاينه امبيرانسيت اللي هي اختصاصيه في البالتراب، ويكون الكانو ديالها 76 سنتيمتر. علاش؟ حيت 76 ممكن تستعملوها في الباركور دو شاس اي في لافوس يونيفرسال، سي لي كانو اللي يخليوك انك تضرب البلاطو بعيد ولا كان البلاطو قريب كذلك راه مزيان، سي براتيك باش تضرب البلاطوات اللي قراب واللي بعيد. انا كنصحكم تاخذوا مينيموم 76 سنتيمتر. بالنسبه للناس اللي عندهم شويه ديال الاخر ديال الفلوس طالعين، عندكم براونينغ ب 525 ديال بالتراب، راه خارجين فيهم جوج ديال لي مارك، سواء لو اس ال سواء لو كلاسيك بي 25 كلاسيك. لو اس ال شويه ديال الثمن حتى ل 2000 اورو. بايكال ممكن ديرو بها الرمايه، مي خص تكون اختصاصيه في البالتراب، حيت لي كانو ديال بايكال تيسخنو ضيا، مي الا خديتي بايكال ديال الرمايه و ديال البالتراب مغاديش تسخن ليك و غادي تستعملها في الباركور دي شاس، و هما الاسلحه اللي هي قويه و صلبه في الماتيريال ديالها. بالنسبه للبودجي ما خصكش، بالنسبه للمبتدئين ما خصكش تفوت ما بين 6000 درهم و 8000 درهم بالبندقيه ديال الرمايه. علاش؟ الا جيت انا مثلا غادي نختار البندقيه ديال مع مثلا ديال 4000 اورو، عندي شويه الفلوس غادي ناخذ واحد البندقيه ديال 4000 اورو ونقارنوها مع واحد البندقيه ديال 600 اورو. مثلا انا ناخذ بايكال وهنا غادي ناخذ مثلا ناخذ ريزين. شكون اللي كيعطي الفرق ما بين هاد جوج البندقيه؟ هو بائع الاسلحه، السيد اللي غادي يدير لك لا كونفيرميتي. شنو هي لا كونفيرميتي؟ درتها قبيله في جوجل تراديكسيون، عطاتني واحد الكلمه ما عندها حتى شي علاقه بالباتخاف. لا كونفيرميتي هي اللي كياخذ لك العبارات ديال اليدين مع الوجه ديالك. لا كروس اليد الخشبيه كتعبر بالسنتيمتر، مي لا بونت هي ديك الهوده اللي كتكون في لا كروس ولا المهم عندي مشكل في اللغه العربيه ما كنعرفش الكلمات بالضبط. لا بونت كتقاد بالمليمتر، هذيك لا بونت هي اللي كتحط عليها حنكك كتقاد بالمليمتر. لا كونفيرميتي هي اللي كدير الفرق. انا نفضل بالنسبه ليا كمبتدئ نشري بندقيه ديال 6000 درهم ونعطي واحد 3000 درهم مثلا 3000 دي اش درهم على حساب لا كونفيرميتي، ولا ناخذ البندقيه ديالها 4 مليون يعني 4000 اورو ولا 8000 اورو وما كايناش لا كونفيرميتي. الا ما كايناش لا كونفيرميتي الاخوان راه التصويب ديالك ولا النيش ديالك ما تيكونش متوازن، وما عمرك تقيس البلاطو الا ما كانش لا كروس ادابتي ولا تكون مع الكتف ديالك والوجه ديالك في نفس المستوى. راه اللي تيعطي الفرق ما بين البندقيه هو بائع الاسلحه، الا كان شي واحد محترف
وعندو ديبلوم في 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 لا كونفيرميتي ديال السلاح، راه هو اللي غادي يساعدك انك غادي تقيس الباتو ديالك وغادي تستمر في هذا المجال ديال الرمايه. الاخوان وصلنا للخر ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله اللي ما شافش الفيديو اللي درت البارح غادي ندير لكم لو لين ديالو لتحت في لاشين في لي كومونتير ان شاء الله، باش تشوفوا الفيديو اللي فات باش تفهموا هذا الموضوع ان شاء الله. وتالحلقة مرة أخرى إن شاء الله، ونشكركم بزاف، تبارك الله عليكم.